على مصادر النيران. ومنتصف ليل السبت ألقيت قنبلة على بعل الدراويش في التبانة لم تسفر عن إصابات. وللاطلاع على أجواء عاصمة الشمال تنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة ركان مبارك الأولية عن سقوط ضحايا. تخوف السكان من سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المؤمنين في الكنيستين. انتخابات تشريعية في اليونان تحدد مستقبلها في منطقة اليورو. الفصل انتهى بإعلان الإخوان المسلمين فوز مرشحهم محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، فيما طعنت حملة أحمد شفيق في صحة إعلان فوز مرسي، مشيرة إلى أن الفرز لم ينتهي بعد وأن النتائج الرسمية لم تصدر بعد. من جهة أخرى، أعلن المجلس العسكري أنه أصدر إعلانا دستوريا تكميليا منح بموجبه نفسه صلاحيات واسعة، واستعاد سلطة التشريع بعد قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب. كما أكد أن الانتخابات التشريعية ستجري بعد وضع دستور جديد للبلاد. في هذا الوقت سوريا لا تزال غارقة في دمها، وتعليق المراقبين الدوليين أعمالهم زاد الوضع تعقيدا، بينما لوح رئيس المجلس الوطني باللجوء إلى الفصل السابع في مجلس الأمن أو الاستعانة بمجموعة أصدقاء سوريا في حال الاصطدام من جديد بالذات الروسي. في المقابل لبنان أمضى نهاية أسبوع هادئة، بحيث بدأنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفتة ويفرحوا بينا وشوية سلطات وشوربة ونتعشى في البيت. يا ماما ما تتكلميش خالص يا سلام. مش كل ما طلع على باله ينام بده ينام، يعني ما بده ينام مثلا 5 مرات بالنهار. بعمل 5 اشهر، بعمل 5 اشهر افضل انه انا اذا بقدر اوصل لطريقه خليني ينام مرتين او 3 بالنهار، لما اكون كثير بخيله وكون عم بزعج الولد لان بعده عمره صغير خليني اقول 3 مرات، لانه اجمالا صعب ينام مرتين بس بهذا العمر، 3 مرات بس. مش انه انا يعني بدي نايمه بكل سياسه بياخذها او كل نومه تنهار ساعتين او 3 ساعات بالنهار، اكيد رح بيرجع بالليل يعذب، يعني نعم بدي اتاخر له وقت نومه. هلا بكل الاحوال انا بقول لها اتركيها مثل ما بدها تعمل لان بعدها كثير صغيره، الا اذا هي كأم مزعوجه من الموضوع بتقدر انه تشيل المخده بكل بساطه وتستلقي هي حدها على تخت كبير وجاني بتحط لها فتين تغني لها تلمسها بطريقه معينه، وبعد نص ساعه مش فاضي كثير بس تخطى بحملها وبنقلها على تختها. بس هيدا اللي هي عم تخبرنا عنه ما له اي دلاله بتقلقنا، ما في شيء مقلق ابدا، بمرق من حده هيك انا ما بعطي اهميه. نعم. هلا السؤال الثاني اللي عم بتقلي عنه انه بتنقذ اذا حدا ساعد او اذا هيدا، بدي اقول لها انه في جزء كثير كبير من الاولاد هيك اذا مثلا حتى في خي او اخت كبيره بالبيت طلع فيهم قلت لهم نو بشكل كثير صارم وحاسم يمكن عذبوني او شيء، حدا عطس حدا ساعد نسكتهم. اكيد انه نحن بعدنا بمرحله العمريه اللي هي 5 اشهر، اللي هي انه بعدنا نحن ما تخطينا بفتره طويله يعني الخروج من رحم الام، يعني انا ما بقدر اقول انه عمر 5 اشهر انه الولد خلص تعود على العالم الخارجي كليا وعلى الاصوات القويه وما بتفرق معه شيء. بعده ولد بحاجه لنوم اكثر، بعده ولد ما بيسوى كثير يتعرض لاصوات قويه، يعني بدي اعطي اكزامبل لكل الاهل، اذا انا مدوره التلفزيون وانا مزعوجه من صوته، يعني اذا بدي بالديسيبل قيس قديش الصوت مزعج مثلا، الصوت هيدا هو المقياس قديش الصوت مزعج، يعني كل موسيقى عم تزعج المحيط عم تزعجني عم حسك قويه شوي، يعني هي مزعجه للولد، اكيد الصريخ العيطه، يعني انا بعتبر انه خاصه اول 8 9 اشهر من عمر الطفل بدي اكون شوي حريصه على التفاعلات الصوتيه اللي حواليه. مش معنى اذا نقز يعني رح يصير معه تروماتيزم، يعني شوك يعني صدمه،
لا بقدر اقتل حده، بقدر اصعد حده، بس انا بقول لها انه اكيد لانه هو بيكون بعالمه الخاص نوعا ما، يعني هو بيكون اكيد انه عالمه الخاص اللي هو بيكون مفتح عينيه هيك، بس نحن بنشوفه شارد. يعني نحن بنقول بالعرب الدارج النهنة، يعني نحن اذا بدي انا اقول على السعيد الدماغي عند الولد دماغيا منه، مش نايم بس منه بحاله يقظه كليه مثل خيو ابو اخته اللي عمره 5 سنين. فمن هون اكيد هالنقزه هيدي، هو مش معود بعد على الاصوات الخارجيه، يعني هو مش منتظر انه حدا يعطس حده او يصعر حده، فطبيعي يكون عنده هالردة الفعل. كمان ما تخاف ابدا لانه عايش بعالمه الخاص. هيك بنكون عطينا توضيح مفصل للاتصال. أولادنا مسؤوليتنا، لازم نحميهم ونعلمهم يحموا حالهم، ما نخجل ابدا نفسر لهم انه مش كل لمسه بتكون لمسه بريئه، بس بنفس الوقت ما نخليهم يفقدوا سألتهم بكل الاشخاص اللي حواليهم. صباح الخير. احنا لسه ما عرفناش الحقيقه، انا متاكده انها مجرد نزوه او حركه خايبه من صاحبه منتصر. رحله اوروبا اقعد مع حاتم ومديحه واخلص الحكايه كلها، وان شاء الله هيتجوزوا في ميعاد. ماما الولاد بيحبوا بعض خلاص، الحب جميل ولا انت نسيتي يا اختي بلاميله؟ بتكون عاطيه اشغال مفروض تطبق، يعني الاولاد بيشوفوك قبل ما تنام. بين الاربعه والثمانيه هذا وقت الشيخ الشرقي بيقدر يعني يتقبل، يعني او لان تعرف بيكون كثير عنده ليكي. خليني اقول لك شغله احلى عن الموضوع، يعني اذا ما مثلا ما انعمل مثل ما بعض الاوقات بهتم بالاولاد، يعني اللي واثق من نفسه يعني بتكلى مجال لزوجته اكثر تاخذ قرارات. بالنهايه اكيد يعني عنده وجهه نظر، بس ما وجهه نظره اذا بتشبه كثير كبر سامين او لا. لا ما بتصور، ما حدا بس من اي ناحيه. نحن بالاساس لما تعرف بنت تاني اول شيء تخبرها شو صار مع زوجتك كف العمر، يعني كيف لازم تكون بالنسبه لإلك؟ أهم شيء تسمع الكلمة. أنت برأيك لا 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 لحظة، مش المهم أنه تسمع. أهلك كيف كان الجو بالبيت عباس؟ يعني أمك مع بيك يعني بتحس أنت عم بتقول يعني بأول حديثنا أنه خيرة؟ نعم. بغض النظر إذا كان غلطان من الرجال اللي ما كان في منه نموذج اليوم هون شوفوا البيت وكل شيء، فإذا ما معت الرجل هو دائما بقرر بتشرعوا فيها. دكتور رائد يعني كمان هيدي قلت العباس مثلا تأثير، يعني في طريقة يمكن لو في طريقه مثلا دبلوماسيه شوي بتساعد كمان للزوجين ما يختلفوا على موضوع القرارات. بساعد